يعني اطلاعك على كل المستجدات الخاصة باستعدادات الفريق. يمكن طبعا استعدادات على قدم وساق بالنسبه للنادي الاهلي كالعاده. زميلي محمد بنضع كل مشاهدينا في الصوره اجواء وكواليس واخبار فريق بعثه النادي الاهلي هنا في تونس استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه 9 نوفمبر ان شاء الله الساعه 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. يمكن في البدايه الرحله انطلقت من القاهره فيها الساعه 8 صباحا او صباح اليوم. الرحله يمكن كانت 3 ساعات و15 دقيقه او 3 ساعات و20 دقيقه. يمكن طبعا الرحله ما استغرقتش وقت طويل جدا، لكن الامور كانت ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه لبعثه النادي الاهلي. حاله تركيز كبيره جدا بيفرضها الكابتن محمد يوسف، كابتن محمود الخطيب ايضا كمان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه مجلس الاداره بالكامل بيدعم فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه والصعبه جدا. وكلنا ثقه كبيره في الجهاز الفني في لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الكاس الافريقيه التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن لو بكلمك كمان زميلي محمد، يمكن رغم وصولنا في المطار مطار قرطاج بتونس كان في طبعا كالعاده بعض التجمعات بالنسبه لجمهور الترجي التونسي، بعض الاشارات طبعا يمكن لعيبه النادي الاهلي متعوده عليها، يمكن طبعا في بعض الاستياء شويه من جمهور الترجي التونسي زي ما انت عارف. بعض الاخبار والاعلام كانت مصدره الصوره بشكل خاطئ شويه بالنسبه لجمهور الترجي وايضا جمهور النادي الاهلي، لكن يمكن كان في استقبال مميز. السفير كان موجود طبعا، سفير مصر هنا في تونس السفير نبيل الحبشي كان يمكن بيعد على قدم وساق بالنسبه لكل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي. تنسيق كان على اعلى مستوى مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه على كل الترتيبات الخاصه بفريق النادي الاهلي، فندق الاقامه، التنقلات، تامين فريق النادي الاهلي. في البدايه لو بنتكلم على التامين زميلي محمد، طبعا التامين حتى هذه اللحظه على اعلى مستوى. يمكن منذ وصولنا للمطار اول ما خرجنا طبعا من مطار قرطاج شفنا طبعا تامين على اعلى مستوى بالنسبه لحافله النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه كمان المشاركه للنادي الاهلي. لا يمكن طبعا حابين ان احنا نشيد في البدايه بالامن التونسي على طبعا حسن الاستقبال في البدايه، وايضا كمان التامين اللي بنتمنى حتى يوم المباراه لسه في غدا وبعد غد يمكن كمان يوم المباراه باذن الله نتمنى يكون التامين اكثر من كده، لان يمكن في بعض الجمهور جمهور الترجي طبعا زي ما انت عارف مشحون شويه بلغه الكوره، بيحاول ان هو يبقى في بعض الاستفزازات البسيطه جدا، لكن كلها امور عاديه معتاده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله ما تاثرش علينا ان شاء الله كمان كويس. كريم حتى الان الامور ماشيه كويس على مستوى تقييمكم، تقييم البعثه، بعثه النادي الاهلي في تونس لمستوى الاداء من الاجهزه الرسميه المسؤوله عن تسهيل وتامين البعثه والفريق وتسهيل مهمتكم في كل شيء. بتفق معاك يا زميلي محمد، يمكن زي ما انت بتقول بالظبط حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل مطمئن وجيد جدا. استقبال كان مميز، ايضا كمان الامن التونسي مرافق معانا في فندق الاقامه. يمكن كمان انا بكلمك في هذه اللحظات واحنا في الملعب الفرعي لرادس، ناس كتير كانت بتتكلم على التدريب الاول هيكون في الجامعه التونسيه اللي هو طبعا معتاد عليه النادي الاهلي لما بيكون متواجد في تونس او في مواجهه خاصه مع فريق الترجي التونسي بيكون في الجامعه التونسيه، لكن باكد لك يا زميلي محمد التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي في استاد رادس. لكن الامر يمكن شويه اللي متمنى ما يبقاش ليه تاثير على فريق النادي الاهلي المسافه، يمكن المسافه بعيده شويه زميلي محمد، ساعه او ساعه و15 دقيقه كمان ان احنا نصل هنا الى استاد رادس او الاستاد الفرعي لرادس، عوده كمان هتكون ساعه وربع، يمكن لود شويه على فريق النادي الاهلي. لكن خلاص هي المباراه، النادي الاهلي بيكون متواجد في اي ظروف خاصه بالمباراه سواء الملعب بعيد الملعب قريب، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيها اعاقه على فريق النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك حاله تركيز شديده، مستر باتريس، كابتن محمد يوسف، كابتن حسام عاشور، كل اللعيبه بصراحه يمكن جلسات فرديه وجلسات مجمعه مع لعيبه النادي الاهلي. الحلم بيقترب خلاص، هي 90 دقيقه، 90 دقيقه الاولى الحمد لله يمكن ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب 3-1 ان شاء الله باذن الله. هذه النتيجه بمجموع المباراتين باذن الله تكون البطوله الافريقيه التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي. في هذه اللحظات كمان يا زميلي محمد الكابتن محمود الخطيب اعضاء مجلس الاداره متواجدين كالعاده لدعم فريق النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتجري اول تدريب ليها على الملعب الفرعي في رادس غدا كمان. يمكن حتى هذه اللحظه لسه ما تنسقش تدريب غدا هيكون في الجامعه التونسيه، او هيكون ايضا كمان هنا في بعض التعتيمات كده بشكل سري شويه على تدريب فريق النادي الاهلي نظرا لاهميه هذه المباراه ونظرا كمان للاحداث الاخيره اللي انا بقول لك عليها، اللي يمكن الاعلام كان ليه دور كبير شويه، الاعلام التونسي وبعض التصريحات كده ما كناش حابين ان هي تكون واصله للعيبه او تكون واصله لجمهور النادي الاهلي او الجهاز الفني، لكن خلاص هو وضع متاقلم عليه، هدفنا داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير، ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. ايضا كمان زميلي محمد ناس كتير قالت ان مستر باتريس كارتيرون مش هيكون متواجد النهارده
في البعثة المسافرة إلى تونس، قالوا إن هو يكون متواجد غدا نظرا طبعا كمان على خلفية الأحداث الأخيرة. زي ما احنا عارفين كان مستر باتريس مطلوب لجلسة استماع في الاتحاد الأفريقي، زي ما احنا عارفين طبعا وليد أزارو كمان أيضا بالنسبة لي الإيقاف مباريتين، لكن بأكد لك مستر باتريس متواجد معانا في مطار القاهرة، متواجد معانا في تونس. يمكن كمان زي ما انتم شايفين تدريبات النادي الأهلي مستر باتريس بيحاول إن هو يعني يحط كل اللاعبين في الصورة، بيخلي اللاعبين بشكل يمكن مميز جدا ان هم يركزوا داخل المستطيل الاخضر، في فصل تام وكبير جدا للاعيبه النادي الاهلي، سواء حراسه المرمى، سواء لاعيبه النادي الاهلي. يعني ده كلام مهم قوي يا كريم اللي بتقوله دلوقتي. ان شاء الله على الامور جيده، الامور جيده وبتسودها حسب كلامك حاله من التفاؤل والتركيز والاجواء الايجابيه على مستوى المسؤولين وبقياده البعثه بقياده الكابتن محمود الخطيب والمسؤولين في مجلس الاداره المصاحبين للكابتن الخطيب والفريق في هذه الرحله الى تونس، وعلى مستوى الفريق والجهاز الفني خلاص بدات عمليه الفصل الكامل بين الاحداث واللي بيرد عليها الامور والمخاطبات الرسميه بين النادي الاهلي والاتحاد المصري ونظيره الافريقي والامور الفنيه الخاصه بالمباراه، في تركيز تام خلاص على البعد الفني. بالتأكيد زميلي محمد التركيز فقط في المستطيل الأخضر في المباراة فقط لغير، كل الأمور دي بيجنبها الجهاز الفني فصلها بشكل كبير جدا. كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة يمكن بيوجه بنفسه زميلي محمد، ويمكن ده اللي احنا شفناه أكتر من مرة، بيكون في توجيهات، بيكون في حرص كبير جدا على طول. يمكن حديث مع الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة، يمكن لاعبين كمان اللعيبة الكبار بيكون في أحاديث بسيطة، لكن لو بنبص على وشوش اللعيبة بنبص على وشوش كابتن بيب ومجلس الإدارة حالة تركيز كبيرة جدا من أول رئيس البعثة حتى آخر عامل متواجد في غرف الملابس طبعا في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل هذا التركيز وكل هذه الاعدادات باذن الله ان شاء الله ثقتنا كبيره ان احنا نعود هنا من رادس بالبطوله التاسعه لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله زميلي محمد كالعاده هنكون مستمرين معاكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في تونس لحظه بلحظه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي محمد، ولو في استفسار انا معاك برضه. لا انا بشكرك جدا، واحنا طبعا هتمدونا بكل المستجدات ان شاء الله على مدار كل الأيام اللي جاية وصولا إلى ليلة المباراة الجمعة